نروح برضو لإنجاز آخر، ونتكلم عن صرح رياضي جديد افتتحه سيادة الرئيس مؤخرا، وهو القرية الأولمبية لقناة السويس. يعني لما تيجي تبص كده هتلاقي فعلا في حاجة محترمة جدا، في إمكانيات ضخمة كمان في القرية دي لاستيعاب مختلف هنا البطولات، ومفروض إن هو بيضم استاد كبير جدا وصالة مغطاة ومجمع ليه أو مجمع سباحة واستاد هوكي وملاعب متنوعة، وكمان في تجهيزات لذوي الهمم، دي نقطة مهمة جدا. وامبارح كانت هيئة قناة السويس كانت عاملة جولة للتعريف بالقرية الأولمبية الجديدة لهيئة قناة السويس طبعا بالإسماعيلية. خلينا نتابع التقرير ده ونرجع مع حضراتكم بعد ما نشوف، لأن احنا كمان أول مرة هنشوف نعلق نشوف كده الدنيا ماشية ازاي. اتفضلوا. كنا مصرين ان الاعلام الرياضي يجي لوحده في يوم يشوف الاستاد ويشوف الانجازات اللي اتعملت في القريه الاولمبيه اللي شرفنا بيها سياده الرئيس بحضوره واللي اثنى عليها وشافه كله طبعا الحمد لله. بالنسبه للانجازات اللي في القريه الاولمبيه طبعا فيها احدث حاجه فيها الاستاد الدولي اللي احنا عاملينه اللي بيسع 21,000 متفرج، وفيها برده كمان صاله العاب الرياضيه، صاله مغطاه، وفي مجمع السباحه وملعب الهوكي الدولي وثلاث ملاعب تدريب لكرة القدم وست ملاعب للخماسي والألعاب الرياضية. يعني حقيقة ان الاستاد نفسه بقى كمان غير يعني الحاجات دي كلها، الاستاد نفسه مجهز بإمكانيات وقدرات عالية جدا، يعني مجهز بمهبط للطائرات في أسرع طائرتين هليكوبتر، مجهز بأماكن فندقية للفريق حوالي 100 لعيب، يعني مجهز بمطبخ على اعلى مستوى، مجهز بمطعم، مجهز بجيم في جميع الالعاب وحجم مساحته كبيره، طبعا مش مذاكر الحجم لكن مساحه تسع لفوق عن 300 لاعب يبقى موجود فيه. يعني صرح جميل وكبير جدا يستوعب رياضات كثيره، حاجه جميله مفخره لمصر مش للاسماعيليه بس. وبصراحه انا عملت تور كده ولفه وشفت الامكانيات الموجوده على اعلى مستوى، فانا شايف ان دي اضافه كبيره جدا للرياضه المصريه، نتمنى ان احنا نستفيد بيها وانديه تستفيد بيها، مصر كمنتخبات وكله يقدروا يستفيدوا بيها، لانها كل الامكانيات اللي موجوده اللي محتاجها الرياضي بشكل عام هي موجوده في هنا، موجوده في القريه الاولمبيه. كل انا لفيت على كل الاماكن اللي ممكن يرتادها طبعا الرياضي، من غرف ملابس لعلاج طبيعي لمحاضرات لمؤتمرات، كل ده حاجة على أعلى مستوى. شيء رائع، شيء الحقيقة يثري كل ما يمكن أن يكون تجديد في المحروسة العظيمة دي، منشآت لائقة جدا على الجمهورية الثانية، منشآت تبشر أنه ملفنا كل فخر لينا أنه يتشاف فيه كمان إضافة زي دي. وعرفنا كمان من سيادة الفريق أن سيكون هناك فندق إقامة كبير يسعى لأربع فرق في ذات الوقت، وقلنا له يعني المجموعة اللي حضرنا أنه حبذا لو أن نكون هناك دورة تيجي فرق في شتاء أوروبا مثلا هنا، ويجي معاه الإسماعيلي، يجي معاه النادي، يعني فرق قناة النادي المصري، قد يأتي الأهلي والزمالك لما لا. كانت في الأسكندرية دورة صيفية زمان في افتتاح الموسم، يبقى في دورة شتوية كمان. صرح رياضي نفخر به جميعا في مدينة عزيزة على قلوبنا محافظة إسماعيلية، بالتأكيد يضاف للمنشآت الرياضية العملاقة اللي تم إنشائها في السنوات الأخيرة. مصر داخلة على استعداد لتنظيم أولمبياد، بالتأكيد ده صرح يضاف للمنشآت الرياضية اللي هنستغلها في استضافة الأحداث الرياضية والبطولات القارية. بالتأكيد يعني جهد كبير جدا من هيئة قناة السويس على رأس الفريق أسامة ربيع والعاملين بهيئة قناة السويس. أنا حابب أشكر جميع المشرفين والمهندسين اللي اشتغلوا معايا داخل المشروع ده، لأن احنا مفيش حد بينجح لوحده، النجاح ده وليد مجموعة عمل، والحمد لله حضرتك جيت لنا من فترة وشفت الوضع كان عامل ازاي، والنهاردة الوضع عامل ازاي، وفي فترة تقريبا يعني لا تتخطى السنتين ونص، وده يعتبر انجاز كبير. قرية اولمبية كاملة على مسطح 350 ألف متر مسطح، جاهزة لاستقبال العديد من الايفنتات الرياضية في وقت قياسي ان شاء الله.